ابراهيم ابراهيم خلاص قمت تبي انت ولا سات قوم اصحى يلا يا عم احنا نقوم الساعة واحدة ترى امس كله قضيناه في الطريق خلنا نسوي شيء والله ما شفنا شيء يا جماعة يوم كامل قاعدين ندور عليك انت نمو هنا ولا ايه يا عم وجد لنا عشان سكنت لعندك والله العظيم ثلاثة انت شكلكم كده مش جعانين ومش عايزين تاكلوا انا هنزل اكل بقول لك ايه عايز طبق فول بالطحينه هنا ماشي بالصلصه عايز شطه ابي كلش حد مرك اليوم يا حق اكلت بصل لليل طالما تاكل ذي عايز والله الفول اليوم والله خطير يجيكو كشري وصلحوا بقول لك ايه صورني صورني انا هذا معبي جيجا خليه يصور يا عمي روح والله العظيم محمد لا تشوف ابراهيم يا عيال ايش صاير عندكم يا زيكو اديه شاي عشان يروق الباشا فندس اسم فندس ستة وستة مين فيكم مع بقى الستة وستة؟ ستة وستة سكت بلاء ذي ولا وش؟ ترى ده أخويك والله إنه يدربي رأسه قايل لك ما يعرف أهلا يا عمي ما في أحد معزز زيك تعرف تلعب؟ علمنا اخبارك ايه؟ والله وحشتني فين الشباب دول؟ اصحابي جايين من السعودية حبيبي هشوفك بالليل بقى في الفرح يا اسطى حبيبي يلا صباح الفل بقول لك الساعة كام معاك؟ 11:30 دلوقتي ميعاد البرانش بقى احنا نروح ناكل دلوقتي البرانش انا جايب لنا مفاخرة اسمع مني يا انت مسوي قط معنا اصبر وش انت سمحت اكل لو دبيت معنا اصبر خلاص يبقى احنا ناكل في الفرح يا عيال احنا من اهل العريس ولا العروس؟ يا عم احنا من اهل العريس والعروس الاثنين طيب الحين ما نعرف هذا شلون يا عم علي ده شيء ابن جهتي بقول لك ايه فرح ده فرح يا علي 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 بغني بس انت بنات تصور سناب انت راك مهبول يا اخي باطتي وانا معبيها وبكيفي عمو عمو ممكن العب كوشك فروت نينجا لا مو ممكن توكل على الله يا ورم ما تسيبي الواد يلعب شويه خد يا ابني حبيبي خد قاعد هناك لا يا عيال لا